خبر ابيض يا خبر يا نهار شهيصه. منى القيعي يعني متوقع برضو. ازيك يا منى؟ ازيك يا يوسف، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ والله زي الفل الحمد لله. كله تمام؟ زي الفل. حلوه منك الغزاله رايقه. عجبتك؟ بصراحه. الحمد لله. اغنيه لطيفه يعني ما اصل انت عارفه يعني انت عارفاني المساله مش متعلقه بان احنا طول الوقت لازم نسمع حاجات كلها نهج البرده يعني ولا بسيطة. معلقه عمرو بن كلثوم. والله ده اللي بقوله، اغنيه بسيطه ما فيهاش فزلكه، نضحك ونهزر يعني ونزقطط وطالما ان الامور في محفوظه جوه الاطار الاخلاقي مفيش ازمه طبعا. بس مين الواد الصغير النمره اللي بيغني ده؟ محمد اسامه ده حبيبي، ده نمره قوي. ده خطير، ده يعني صوت رهيب وبجد كلنا لما سمعناه يعني ما اختلفناش ثانيه، قلنا هو ده. احنا كنا بندور على مين الصوت اللي هيبقى مؤدي للشخصيه اللي الممثل معانا في الفيلم بيمثلها يعني. فالحقيقه هو محمد اسامه احنا سمعناه هو ده على طول. بس كده صوت رهيب نزل. رهيب حبيب قلبي. لا لا صوت رهيب ومتمكن وبيحفظ في ثانيه وبيقول الحاجات صح وجميل ذكي ونبيه ما شاء الله عليه. احكي لي بقى حدوته الغزاله رايقه جت ازاي؟ من طقطق لسلام عليكم. من طقطق لسلام عليكم. هقول لك انا يعني في البدايه بيتر ميمي كلمني وقال لي ان هو بيحضر لفيلم جديد مع كريم ومع منى وكل الناس بقى الرهيبه اللي في الفيلم. طبعا انا مش عايزه اقول لك ده بالنسبه لي بيتر لوحده فرصه، الاسامي اللي في الفيلم بالنسبه لي فرصه، القصه كلها يعني بالنسبه لي كانت محمسه جدا. حلو قوي. رحت قعدت مع بيتر، قال لي ان هو حابب ان الفيلم يكون فيه اكتر من اغنيه كمان. بناء عليه تواصلنا مع ايهاب عبد الواحد ملحن الاغاني اللي في الفيلم وابتدينا نشتغل سوا على كل اغنيه بقى حسب توظيفها الدرامي وحسب القصه وكده. الغزالة رايقة كانتش أول أغنية نشتغل عليها، بس هي أكتر أغنية كانت يعني مهمة بالنسبة لبيتر كمان بالذات، علشان هي أكتر أغنية كان ليها توظيف درامي في الفيلم، لما الناس تتفرج كمان هيفهموا أكتر. فقعدنا يعني نروح ونيجي بندور على الحاجة الكاتش، الجملة اللي تتقال واللي هو ينفع تتغنى كمان ما بين الكاركترز اللي هو شخصية كريم في الفيلم وشخصية الطفل في الفيلم وكده. وأنا كانت في دماغي المصطلح بتاع الغزالة رايقة ده بقاله فترة عمال يزن معايا، بس مش عارفة عايزة أعمل بيه إيه. أنا ساعات كده تجيلي كلمة وأبقى محوشاها شايلاها في الدرج. أيوه. وهي الغزالة رايقة هو مصطلح قد إيه ده، أنا مش مألفاه، بس هو قصدي أقول هي كلمة لذيذة بنقولها وانا حاسه ان هي دي تتغنى حلو، بس لسه مش عارفه احطها فين. فوانا وايهاب بقى قاعدين بنفكر، قلت له تيجي نعمل هنا الغزاله رايقه. ايوه طبعا يلا. عايزه اقول لك في اقل من ساعه يلا بينا، لقينا الموضوع ماشي لذيذ. وبعدين عايزه اقول لك ان مثلا الجزء بتاع ما تقرب مني حبه، لا لسه شويه حبه، ده كان فيرس من اغنيه رومانسي جدا كنت عاملاها مع ايهاب قبل كده، رومانسيه جدا. حاجه اللي هو تغنيها يعني شيرين عبد الوهاب، وكانت متلحنه لحن تاني. فقلت له تيجي نشقلبها ونحطها هنا يلا. فابتدينا ناخد من هنا وناخد من هنا. تمام. طلعنا على بيتر وكريم، سمعناهم، طرنا كلنا بالاغنيه ومنها على احمد طارق يحيى. حلو. الموزع بتاع الاغنيه. واحنا الحقيقه دايما الثلاثه انا وايهاب واحمد تريو كده دايما، ربنا يعني انا بتفائل بينا احنا الثلاثه الصراحه، ربنا بيبارك لنا. يا رب يبارك فيه. الحمد لله. يا رب يبارك. يا رب دايما. فطلعنا لاحمد وبرده طلعنا الشكل للتوزيع وربنا ييسر الامور بقى. يا مسهل الحال. طب ده شيء عظيم جدا. منا دايما يعني تسعدينا بـ 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 بانواع مختلفه وبكلمات مختلفه في الاغاني بصراحه، محدش يقدر ينكر على الاطلاق. عملت لنا يعني عملتي ترند جديد لو صح الكلام يعني. اتمنى يا رب. كفايه لا هو ده اللي حصل. مبسوطه وسامعاها، وانا بالنسبه لي ده كده الحمد لله الواحد نجح. انا لما بلاقي الاطفال سامعين الحاجه ومبسوطين بحس ان ده معناها الاغنيه نجحت، بالذات في الاغاني الاطفال او الاعلام. ايوه يعني ده معياري، مش بقى فيوز ومش الحاجات دي. بس الاغنيه دي مثلا جايبه فيوز ما شاء الله يعني 9.5 مليون الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يوفقك يا منى، انت تسالي كل خير، ربنا يوفقكم كلكم بالمناسبه كمجموعه عمل على رايك التريو اللي بتتفائلي بيه، ربنا يوفقكم جميعا. اغنيه لطيفه وظريفه ودمها خفيف. كل الشكر للشاعره الغنائيه منى القيعي مؤلفه الغزاله رايقه.